جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من حائل رسالة بعث بها المستمع عين عين سين غين الشمري، يسأل ويقول: هل الوسوسة في الصلاة تعتبر من الشيطان وما هو العلاج لذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الوسوسة من الشيطان، والعلاج لها أن تقبل بقلبك على صلاتك، وأن تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقطع الوساوس والأفكار ولا تلتفت إليها ولا تتجارى معها، بل ترفضها وتتركها وتقبل على صلاتك. نعم.